السلام عليكم. عندي صديق يتعالج في ألمانيا، الله يشفيه ويرد لأهله وعياله سالم غانم ويشفي كل مريض يا رب العالمين. يقول يا أبو طلال، في رسالة من دكتورة، وهذه الدكتورة خبيرة جدا يعني في الأمراض وخصوصا الأمراض النفسية، وقالت لي وأمنتني أني أوصل لك هالرسالة وأنت توصلها لمتابعينك. أنا استغربت، خير شنو هالرسالة؟ قال لي أبو طلال، مثل ما أنت عارف أنا أجريت عملية وأنا طريح الفراش لفترة طويلة، فأستمتع في أني أسمع القصص اللي أنت تقولها في اليوتيوب، لأني ما أضطر أني أمسك التليفون، لأني أدري أنت تصور شارع، يعني بإمكاني أني أستغنى عن موضوع الرؤية، فقط أستمع لك مثل الإذاعة ومستمتع جدا وأعيش معاك التفاصيل. قلت له زين طيب. قال لي أنا دائما أحط التليفون بجانبي، وعندي دكتورة ألمانية هي ما تعرف عربي، كل ما دخلت علي بدون ما تكلمني يعني بس تكشف على حالتي وشون أصبحت وكذا من بعد العملية، وتنتبه أني حاط تليفون واحد جالس يصور سيارة ويتكلم عربي، هي مو فاهمة عليك، لكن اللي عرفته أن أنت قاعد تصور الشارع بسيارة، قاعد تمشي بسيارة بس، يعني مو أول مرة، أكثر من مرة على فترات، وهي كل ما تدخل علي تشوف تليفوني شغال والسيارة تمشي اللي أنت تصور فيها دائما والشارع وكذا، وتشوفني أني أنا مندمج في القصة ما انتبه عليها. في يوم الأيام دخلت علي ومعاها مترجم علشان تكشف لي يعني شنو الإجراءات المتبعة القادمة في حالتي الصحية، وقالت عن طريق المترجم أنا بسألك سؤال، أنا كل ما دخلت عليك ألقاك تسمع واحد يتكلم وهذا الشخص جالس فقط يصور شارع، يمشي بالسيارة ويصور يعني مثبت الكاميرا، قال إيه يعني شنو اللي تبين تعرفين؟ قالت هذا منو وليش أنت مهتم لهالدرجة؟ قال لا هذا يقول قصص وأنا أندمج بالقصة يعني، وهو ما يطلع وجهه ولا يسوي شيء يعني، فقط إنه يصور الشارع. قالت لا هو ما يسوي شيء؟ قال لا بس يصور الشارع ويتكلم صوته ويقول قصة فقط. قالت أنا بوصل لك رسالة، ووصل هالرسالة لهالشخص وخله يوصلها لمتابعينه، بعد ما قالها طبعا إنه يتابعونه عدد كبير وكذا. قالت تدري إن هذا الشخص جالس يستخدم طريقة عالمية موثقة علميا بالعلاج النفسي وهو ما يدري عن هالشغلة؟ أنا يوم قال لي بيني وبينكم استغربت، قلت شنو هالشغلة اللي أنا قاعد أسويها يعني؟ قال موضوع السيارة إنك تمشي وتصور الشارع، فهو يستفسر منها، قال لها دكتور شلون يعني شنو هالطريقة؟ قالت هذا قاعد يسمعك صوت الحياة، صوت الشارع، صوت الطرق، صوت الـ صوت الـ الـ شون الدنيا ماشية، سيارة تمشي، شوارع مختلفة طبعا في مناطق مختلفة، الأجواء مرات ممطرة، مرات يصور بالنهار، مرات في الليل، مرات في غبار، مرات كذا، وانت تعيش معاه الأجواء، هذا يسمونه صوت الحياة، وهذا أصلا علاج نفسي لأمراض الاكتئاب والوسواس القهري، وكذلك الشخص اللي طالع من العملية ويحتاج إلى جرعة من النشوة في الحياة والحب للعيش، هذا تعالجه كله يعني، هذا كله تساعده على تحسن حالته الصحية. فهذا الشخص بغض النظر عن القصة اللي جالس يقولها لك، ترى قاعد يسمعك صوت أنت الآن تفتقده وأنت موجود على السرير، أو شخص مريض أو شخص عاجز أو شخص ما يقدر يركب السيارة لظروف أو شخص مسجون، أو هذا جالس يعوضك
عن الشيء اللي انت فاقده، وهذا بحد ذاته هو علاج. فانا احييه وقول له انه يهتم بالصوت هذا، صوت السيارة، حتى لو في ازعاج او سيارة بجانبه تصدر اصوات او صوت الشارع مكسر ولا في مطب ولا اشارة، هذا كله ترى مفيد ويدعم او مثل باكجراوند، اللي بدل ما يحط موسيقى يحط صوت الحياة الحقيقي. يا جماعة والله العظيم لما قال لي هالكلام انا رجعت اطالع الفيديوهات واحطها على عندي تلفزيون في البيت يعني، وجلست اطالع. انا طبعا بعفوية والله ما كنت اقصد يعني الفكرة اللي هي تطرح الدكتورة، لكن جلست يعني لحظات وانا اطالع التصوير الشارع يعني، وانتبه على الطرق فعلا، على الشارع، الانارة، مرات انارة تكون لونها ابيض مثل ما تشوفون، وبعدين يكون لونها اصفر، بعدين انواع السيارات. انا بيني وبينكم رحت الى ابعد من ذلك، صرت افكر باصحاب السيارات او اللي التقي فيهم خلال تصويري. يعني انتم ما تدرون الحين صاحب السيارة هذا اللي امامي، هل هو انسان سعيد ولا انسان مكتئب ولا انسان طموح ولا ناجح ولا فاشل؟ الشخص اللي بجانبه هذا وين رايح؟ رايح يزور والدته ولا عاق والدته؟ هذا الشخص الان شاري اغراض للبيت ولا ما عنده اصلا اسرة او ما هو متزوج او يفتقد للاولاد؟ يعني تعرف ان الدنيا فيها الخير والشر، الناس فيها بلاوي والناس فيها مشاكل كثيرة، واللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. واحد والله يحمد رب العالمين كل يوم الصبح لما تصحى من النوم وانت تتنفس وانت قادر توقف على رجولك وتشتغل، سواء فقير ولا غني ولا الحياة والصحة، هذه أفضل نعمة رب العالمين عطاها للإنسان. من المفترض ان احنا والله ما نقصر في عبادتنا وشكرنا لرب العالمين. قصة الليلة، وهذه القصة تحتاج فعلا الى ان نمد اولادنا بالخبرات. يعني ولدك حتى لو يكون في الجامعة، حتى لو انه يتخرج ويتوظف، يبقى ناقص من خبرات الحياة، لان الخبرة هذه الواحد ما يكتسبها الا بالعمر، الا بالممارسة، بالاحتكاك. لما يكون صغير في العمر مستحيل تكون مرة عليه. انا شنو اللي اقصد في خبرات الحياة؟ انك تعلمه شلون يتصرف في لحظة وقوع المصيبة، انه يدارك الامر وما يخلي الامر يوصل الى اكبر او الى جريمة متكاملة ما يمكن حلها في النهاية. قصة الليلة حصلت في البحرين لشاب هو متخرج من كلية الهندسة، يعني مهندس ميكانيكا، شاب طموح متفوق محبوب، أسرته معلقين الآمال على هالولد هذا. فقال له أبوه يا يبا أنا لحد ما أتوظف حوش البيت أبي عنده عدة، يعني كان يشتغل من زمان لأنه يحب الميكانيكا ومتخصص فيها، ميكانيكا السيارات او المحركات، فعنده شغل في تصليح المكائن وغيره. فقال يبا انا عندي هالموهبه والهوايه وابي انميها لحد ما القى وظيفه، فابي اجدد العده وكذا. قال له خذ راحتك واعتبر الحوش حوش البيت مثل الكراج لك. فيوميا الولد الصبح يجيب هالمكائن ويجددها، وما شاء الله اصبح يعني الامر يدر عليه ارباح خيالية، يعني حتى انه اصبح يفكر انه ما يتوظف، ليش اتوظف؟ انا جالس اطلع، يعني يجيب هالمكان ويصلحها يطورها، يعمل، انتم عارفين يسمونها تطوير المكاين اللي هي يزيد سرعاتها، او اللي يسمونها احنا نسميها العبث، او انها تكون ماكينة هذا تصلح
لسيارات السباق وغيرها. هذا أمر مكلف طبعا حق الناس أصحاب الاختصاص يعرفون هالأمر هذا. فأصبح الولد هذا يطلب بالاسم، يجيبوه بعض المكاين يقولون نبيك تطورها، نبيك تزيد سرعاتها، نبي نشارك فيها في البطولات والمسابقات الدولية والعربية وكذا. والولد كان شغال مثل الساعة ما شاء الله ويدر عليه الأرباح. لكن النجاحات هذه تحتاج إلى خبرة للتعامل، لا سمح الله وقع في المحظور. ايش صار ذاك اليوم؟ صاحي في وقت مبكر وماسك بإيده المفك الزرادية، ما ادري شنو تسمونها، المفك هذا مفك يعني يفك فيه بعض البراغي او المسامير او يعني ماسك بإيده. دخل الحوش عندهم في البنية، هذه خادمة. هل في البنية صارت كل يوم تنظف الحوش، وهذا أصبح يعني مثل العب عليها وكارها شغل هالولد هذا. من كثر ما كان يشتغل لازم يعني توسخ الأرض، وهو صحيح إنه ينظف من بعده، لكن كذلك للخادمة دور إنه في بعض القمامة، بعض يعني الوساخة مني وكذا وراميها. فهذه متضايقة منها ذاك اليوم وتنفجر عليه وهو ماسك شنو الزرادية بيده. الولد هادي جدا وخلوق، لكن اللي صار ان هذه الخادمة الفلبينية اسمها ياما، اول ما شافته انت دائما تسوي وساخة، انت دائما كذا، وانا تعبت وانا نظف وراك، وتصرخ عليه شوي شوي امك ابوك امك. انصدم، انفجرت فيه، والظاهر انها خلاص الظاهر تدور لها الزلة وتبي تسوي مشكلة وعلشان يسفرونها. وهذه كثير تسوونها الخطط الخادمات، يعني انه خلاص ما تبي وتدور الحج ان يكرهونها ويقولون يبا خلاص سافري ما نبيك. لقت ضحيتها منه فيها الولد، فصارت تسب فيه، وهذا مصدوم. يا ما شنو تقولين انت، ليش كلام هذا، عيب عيب يا ما يا، وتصرخ. يوم قالت له امك ابوك، أو يضربها بالزرادية أو المفك اللي بيده على الرأس، لكن وين ضربها؟ فوق الحاجب الأيسر، وسبب لها جرح يعني من أثر الضربة. وهذه أصلا كانت تبيه يعني يضربها كيف، ما كانت متوقعة أنه بيضربها بالمفك، تبيه يضربها كيف علشان يكون لها حجة وتسوي لها مشكلة وتشتكي ويسفرونها ويدفعون تذاكرة. وترى للأسف يعني في بعض الخادمات يعني يستغلون القانون علشان يستفيدون مع مشيتهم يعني لأهلهم. فهي شنو في بالها، أنه يضربها كيف وتقوم تشتكي وتصرخ ويراضونها ويعطونها فلوس وتذاكر ويسفرونها وانتهى الموضوع وكله كيف. لكن هذا ماسك زرادية، ولد شباب عمره في أول العشرينات وفيه النشاط وفيه الحماس، ويزعل ويثور غضب على أنها تشتم والده ووالدته أو يضربها بالمفك. يوم ضربها وهي تبي تكمل الفيلم وتسوي ردة فعل يعني أنها يعني تبي تطيح، لكن ضرب راسها في خزان للماي كان بجانبها في الحوش، وطاحت على الأرض على وجهها. ضربتها على الأرض كسرت أنفها وبدت تنزف من الحاجب، من فوق الحاجب، ضربت المفك، ومن الأرض الآن انكسر الأنف وصارت تنزف. لكن شنو؟ أغمى عليها، أو كانت في البداية تمثل أن أغمى عليها، أن يعني أن أنا مت يعني علشان صير مصيبة كبيرة على الولد. هذا بحسب ما بعدين يعني بالتحقيقات عرفوه. طاحت على الأرض مغمى عليها، الولد اعتقد أنها ماتت، يصحيها. شو سوى الولد؟ شوف التصرف الخاطئ اللي كبر الموضوع. كان بإمكانه على طول يتصل على العمليات وإسعاف ويقول والله أنا ضربتها وأنا خطيت، صح ضربتها وما كنت أقصد، ويبين كل شيء، راح يبين يعني.
أو على الأقل أول ما يبلغ أمه وأبوه. لا، الولد من خوفه وحس أنه ارتكب جريمة ويبي يتستر، والظاهر شايف له فيلم أنه واحد شلون يعني قدر أنه يخفي معالم الجريمة، وأنه ويروح يجيب على طول زولية أو سجادة ويلف الخادمة فيها، ولأنه دائما يدخل سيارته داخل البيت ويحطها في صندوق السيارة. اسمعوا وش سوى الولد عشان تنصدمون معاي. ويطلع فيها من البيت، أهلها نايمين وهي موجودة في صندوق السيارة، مغمى عليها، تصحى شوي ويغمى، تصحى، حذفها داخل الصندوق ويطير فيها وين؟ إلى المنطقة الصناعية في منطقة سترة، في هناك يعني جنب البحر، يبي يرميها في البحر. أول ما فتح صندوق السيارة ولا هي على طيحتها، فعلا في هالوقت هذا ما فيها أي حركة، فقال لا هي ماتت خلاص، يعني بعد الضربة والطيحة وكذا أكيد هذه ما راح تعيش، خلنا نتخلص من جثتها قبل لا أحد يكتشف الموضوع. جاء يبي يطلعها من السيارة ولا في ثلاث شباب واقفين ورا ظهره، السلام عليكم، أول ما التفت عليهم وينصدم ويسكر الصندوق مرة ثانية. قالوا له شنو هذا اللي في السيارة؟ قالوا لهم ليش وانتم شنو دخلكم؟ وهم طبعا شنو شافوا واحد داخل في سيارته في هالمنطقة بجانب البحر، والمكان أصلا ما يتواجدون فيه الناس، يعني ما هو مكان للسياحة، صحيح بحر لكن بجانب منطقة صناعية، فاشتبهوا فيه وهم ماشيين تمشوا الظاهر بسيارتهم، لكن لما شافوه رجع يعني للخلف بسيارته جهة البحر كأنه بيرمي شيء وفتح الصندوق، على طول جو من وراه يتسحبون، وهذا مشغول جالس يتفحصها ولا ينتبهون ان في اقدام طالعة من طرف السجاد. اول ما شافه مسكر قالوا له شنو هذا؟ قال لا ما في شيء. واحد فيهم مسك حجر قال له اذا ما فتحت الصندوق والله العظيم اضربك الحين بالحجر، افتح الصندوق، يهددونه. ففتح الصندوق شافه وانصدموا، شنو هذا؟ قال والله هذه انا صدمتها بالشارع وخفت وقلت ابي ارميها هني علشان ما حد يكتشف. قام الثاني واتصل على العمليات. هذا الولد لما شاف واحد فيهم قام يتصل يبلغ الشرطة، خلاص بدأ شريط حياته كله بهالثواني يمر عليه مثل البرق، وعرف انه انتهى ودراسته وحياته ونجاحاته هذه كلها خلاص راح يقضيها داخل السجن اذا ما يتم اعدامه. وفي لحظة ويقرر الولد قرار غبي جدا، انه ينتحر ويخلص نفسه من هالموضوع وخلاص، يسكر يموت وانتهى الموضوع. ليش يروح اعدام وليش مؤبد وسجن واهانات؟ قال يبا انا خلاص انكشفت، ويقوم ويرمي نفسه في البحر. من رحمة رب العالمين المكان اللي رمى نفسه فيه ما كان عميق، ولأنه كان صحيح يعني في طرف مثل الجرف ورمى نفسه في البحر، لكن ما كان عميق لأنه كان في صخور، واصطدم في الصخور. قاموا الشباب الاثنين واحد فيهم امسكه والثاني سحبه وطلعوه من جديد، رغم أنه أصيب يعني بجروح بسبب ارتطامه بالصخور. وجلس يبكي، والله أنا ما كان قصدي، والله كذا، وأنا ضاعت حياتي وتدمرت. هم ابتهجوا فيه، قالوا له ليش تبي تنتحر؟ قال بخلص نفسي خلاص، أنا مستحيل يعني أنسجن، مستحيل أنا يحكمون علي بالإعدام، أنا ما كان قصدي، أنا بحياتي ما سويت كذي. انشغلوا عنا بالتليفون، خلاص قالوا هذا مجنون، هذا لازم نبلغ. ردوا يتصلوا على العمليات، تأخروا عليهم، ما وصلوا لهم رجال الأمن. أثناء ما
كانوا الشباب يتكلمون مع الشرطة بالتليفون ويستغل الولد انشغالهم ويركب سيارته ويطير فيها مرة ثانية، والجثة موجودة في صندوق السيارة. هالمرة خلاص الولد خلاص مو فارقة معاه شيء، ويروح إلى منطقة بعيدة ويوقف. طبعا وهو ماشي تعرفون صندوق السيارة لما السيارة تتحرك ينزل يسكر من نفسه، وقف في مكان بعيد بعد ما ضيعهم الشباب هذول، بلغوا عنه قال يمكن ما التقطوا رقم السيارة، يمكن ما انتبهوا، يمكن ما كانوا يعني يفلمون علي، ما كانوا فعلا يتصلون على الشرطة. المهم قال أهرب منهم أنا الآن، لازم أتخلص من الجثة وأنظف السيارة وأرجع البيت ولا كأنه صاير شيء. شوفوا شلون غبي حياة، ذكي ذكي، دراسة ذكي، عمل ذكي، لكن غبي غبي بتصرفه. ويروح يفتح صندوق السيارة مرة ثانية. الصدمة وين؟ لما فتح صندوق السيارة وشال الغطاء اللي هو اللف اللي تلبسها الخادمة عن وجهها وأنفها، لقاها إلى الآن على قيد الحياة، تئن وتتنفس خفيف. يعني إيش سوى؟ يعني ما فكر، قال خلاص الحمد لله أنها ما ماتت، خلنا وديها أنقذها يعني أوديها المستشفى. لا، أخذ اللفة اللي لابستها الحجاب مالها ولف حوالين رقبتها وصار يشد بأطراف الحجاب لين اختنقت وماتت. سحب الجثة ورماها بين صخور كذا، شاف صخور موجودة رماها عشان ما حد يعثر عليها، وترك الموقع ورجع البيت، نظف السيارة، نظف الآثار وكذا، ولا أحد درى من أسرته. وراح تعالج في المستوصف من السحاجات اللي تعرض لها بسبب اصطدامه في الصخور. لكن الشباب اللي كانوا موجودين في الموقع وشافوه وبلغوا رجال الأمن، عطوا أوصاف الولد وعطوا رقم لوحة السيارة، استطاعوا رجال الأمن على طول أنه يعرفون هويته ويروحون إلى البيت، وفعلا السيارة موجودة. اضربوا الباب، طالع أبوه، وين ولدك فلان؟ قال ولدي موجود في البيت، ليش؟ عسى ما شاء. قال جيبه. راح نادى ولده اللي هو المهندس هذا المسكين، أنا أقول مسكين لأنه مسكين ما عرف شو يتصرف، الله عطاه كذا مرة فرصة لكنه ما استغلها. جاء يسوي نفسه أنه مو مسوي شيء. قالوا له وين المرة اللي كانت معاك في السيارة؟ أي مرة؟ وأبوه يطالع قال أي مرة هذه؟ قال لا ما في. وين السيارة؟ قال هذه سيارتي، تحفظون على السيارة. وسحبوا الولد شوي، ويكتشف الأبو أن الخادمة ما هي موجودة في البيت. يوم حققوا مع الولد وينهار في مركز الشرطة ويقول لهم السالفة من البداية، وأن هذه هي الخادمة، والأبو فعلا أكد أن الخادمة ما هي موجودة. وتروح جريمة قتل. يوم لقوا الخادمة لقوها طبعا متوفية، لكن سبب الوفاة هو الاختناق. يعني أصلا ما ماتت في البداية من الضرب، ما ماتت لما رماها في الصندوق وصار يجلس يمشي فيها بالسيارة من مكان لمكان، خنقها أهو بنفسه بالنهاية بحجابها علشان يعني يخفي الجريمة، لكن أهو ما يدري أنه لف حبل المشنقة حوالين رقبته. مالكم بطويلة، في عام 2009 بدأت مداولة في المحكمة، أول درجة وثاني درجة، وحتى في التمييز أيدوا حكم السجن المؤبد على هذا الولد، وهني انتهت حياته وانتهت جميع مشاريعه ونجاحاته وتحبطوا أسرته وانصدموا من الفعل اللي هو سواه، وارتكب جريمة قتل إنسانة. يعني كان بإمكانه أنه يتحاشاه، كان بإمكانه يبلغ أبوه وأمه، كان بإمكانهم أنه يسفرونها ولا يغيرونها، ولا أنه ما تحصل جريمة يعني بهالنوع من البشاعة. لذلك حاولوا أنكم تزودون عيالكم بالخبرات، أو تقول لعلق تابعوا ابو طلال الحمد. لا صدق كيفكم عاد يتابعني تقول هذا يدور متابعين؟ لا، القصص فعلا فعلا تنور بصيرة بعض الناس اللي
اللي يسمونه ابيض، اللي على نياته، اللي يعتقد ان الدنيا كلها خير والدنيا كلها لا، الدنيا متنوعه خير وشر، من الله خلق البشريه فيها الخير وفيها الشر، والانسان حتى يقدر يتعامل مع الشر بحكمه وعقل، ما يورط نفسه ويقدر يتصرف في هالمواقف. الله يحفظكم ويحفظ عيالكم، وهذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.